نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين. ورئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في كلمته بالمناسبة أن الحكمة العربية الصينية في تعزيز التعاون والتكامل سيؤسس حتما لمرحلة جديدة أكثر إشعاعا. وزارة التجارة تؤكد أن شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الأغنام وتعمل على تحديد السعر المرجعي لبيع الأغنام في نقاط المنظمة. وتواصل المجازر الصهيونية في حق المدنيين الفلسطينيين العزلة واستشهاد 4 فلسطينيين فجر اليوم في مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى التفاصيل. مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. افتتحت صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين أشغال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد كضيف شرف وقادة البحرين ومصر والإمارات، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأخرى الأعضاء بالجامعة العربية. وقال الرئيس الصيني اليوم في افتتاح الاجتماع إن الصين ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية لتكون نموذجا للسلام والاستقرار العالميين، وأكد استعداد بلاده للعمل مع الدول العربية لحل القضايا ذات الصلة بالبؤر الساخنة بطرق تفضي إلى دعم مبادئ الإنصاف والعدل وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. وفي إشارة إلى العدوان على غزة، قال الرئيس الصيني إن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن للعدالة أن تظل غائبة للأبد، ولا يمكن الإطاحة بحل الدولة بشكل تعسفي. وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الحكمة العربية الصينية في التوجه نحو تعزيز التعاون والتكامل من شأنه أن يساعد على التأسيس لمرحلة جديدة أكثر نجاعة وإشعاعا. وأنني على يقين ونحن مجتمعون اليوم في بكين في ضيافة فخامة الرئيس سي جين بينغ، سنزرع فكرة، بل سنزرع أفكار، وستنمو حركة، وسنحصد مصيرا مشتركا طيبا. فإذا كان للذهب ثمن، فأن الحكمة العربية الصينية ليس لها ثمن. وفي صراع الماء مع الصخر سيفوز الماء العذب والزلال. وشدد رئيس الجمهورية على أن حقوق الإنسان لا يجب أن تكون نصوصا ورقية، داعيا إلى العمل على أن تكون هذه الحقوق هي ذاتها التي يتمتع بها الإنسان في كل أصقاع العالم. أن الحقوق الأساسية للإنسان لا يجب، ونحن متفقون بالتأكيد على ذلك، أن تبقى مجرد قواعد في نصوص قانونية داخلية أو في سقوق دولية لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق. فالإنسان هو ذات بشرية في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، والحقوق التي يجب أن يتمتع بها يجب أن تكون هي ذاتها في كل أصقاع العالم. وجدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في ختام كلمته أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين التأكيد على موقف تونس المطالب بحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة. واستهل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة الدولة التي يؤديها إلى جمهورية الصين الشعبية بإجراء لقاء مع عدد من أفراد الجالية التونسية بمقر سفارة تونس ببكين. واستعرض رئيس الجمهورية في كلمة بالمناسبة مظاهر وعراقة العلاقات التي تجمع تونس بالصين، مشيرا إلى أبرز الإنجازات التي تحققت في تونس بالتعاون مع الصين وما تميز به الصينيون من قدرة على إنجاز المشاريع في وقت قياسي على غرار تشييد المركز الثقافي والشبابي بالمنزه. وقال أن البلدين تحدهما إرادة مشتركة مزيد التعاون في قطاعات الصحة والنقل والبنية التحتية. آفاق واعدة
بالنسبة إلى عدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية، المتعلقة بالصحة، المتعلقة بالنقل، وهناك تفهم وهناك يد ممدودة من الطرفين لإنجاز هذه المشاريع بسرعة وفي وقت قياسي، وسنعمل إن شاء الله معا على إنجازها حتى قبل موعد انتهاء الأشغال. وهناك إرادة مشتركة بين البلدين للمزيد في كافة القطاعات، في القطاع الصحي، في قطاع النقل، في قطاع البنية التحتية، وفي قطاعات أخرى متعددة. وأكد أن العلاقات بين تونس والصين مغلة في القدم، مشيرا في هذا السياق إلى طريق الحرير وما حققه من تلاقح ثقافي وعلاقات تجارية بين البلاد العربية والصين. واستمع رئيس الجمهورية إلى مقترحات عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بمدن صينية، ومنها ما تعلق بأحداث مركز للبحوث والدراسات لتقديم البحوث والتجارب في مجال العلاقات التونسية الصينية والعلاقات الدولية، كما دعوا بالخصوص إلى مساعدة أبناء الجالية التونسية الدارسين بمؤسسات تربوية صينية على الملائمة مع النظام التعليمي التونسي. أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني استعداد تونس لعرض سياستها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة للمرة الرابعة خلال الأشهر القادمة، ودعا في هذا الإطار كافة الوزارات والهياكل المعنية إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الموعد الهام لتونس. في خبر آخر، أفادت وزيرة التجارة كلثوم رجب بأن شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الأغنام لأنها تعاني من وضعية مالية حرجة جراء تبعات توريد الخرفان من رومانيا سنة 12 و2000، مؤكدة أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات استيراد لحوم الضأن وتعديل تزويد السوق والضغط على الأسعار في فترة العيد، وستقوم بتحديد السعر المرجعي لبيع الأغنام في النقاط المنظمة. وبينت أن ديوان الأعلاف يعمل على تجاوز مشاكل الأعلاف وتوفيرها للفلاح بما سيمكن من تعديل أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق. في شأن آخر، أكدت وزيرة التجارة كلثوم برجب أنه سيتم توفير كميات إضافية من الفارينة من قبل ديوان الحبوب تقدر ب 75 ألف قنطار شهريا بداية من جوان القادم إلى موفى السنة الجارية، وذلك استعدادا لموسم الصيف الذي يشهد استهلاكا متزايدا على مادتي الخبز والفارينة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين للانطلاق الفوري في عملية الحصاد عندما تكون نسبة الرطوبة تساوي أو تقل عن 14%، وحثت الفلاحين على الحرص على تسليم منتجاتهم من الحبوب لمراكز التجميع المصادق عليها وتفادي البيع عبر المسالك الموازية، مع ضرورة احترام نسبة الرطوبة المنصوح بها من قبل الحصاد. كما أوصت الفلاحين بالتأكيد من عمليات تعديل آلات الحصاد للتقليص من نسب ضياع الحبوب والانخراط في مجهودات الدولة في إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من بذور الشعير المرقبة. في خبر آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس أن أكثر من 170 شخصا هاجروا من بنين إلى تونس عادوا إلى وطنهم توعا على متن طائرة مستأجرة. وقال فرع المنظمة في بنين بعد هبوط الطائرة في العاصمة الاقتصادية للبلاد أنه سيتم ضمان إعادة الإدماج المستدام للمهاجرين العائدين. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
نذهب إلى فلسطين، وفي اليوم 37 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصلت آلة الحرب الصهيونية مجازرها في عدة مناطق لا سيما في رفح، وأعلن صباح اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين إلى جانب عدد من المفقودين في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما ذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة مسيرة لجيش الكيان الصهيوني قصفت أكثر من مرة موقعا عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين. في المقابل أقرت إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم بمقتل 3 من جنودها في معارك شمالي وجنوبي قطاع غزة. من جهتها قالت كتائب القسامة إن مقاتليها استهدفوا قوة للاحتلال تحصنت في مبنى جنوب حي الصبرة غرب مدينة غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح. في الشأن الإنساني، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن كمية الغذاء والمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بمقدار 1/3 منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في منطقة رفح بجنوب قطاع هذا الشهر. وتقول الأمم المتحدة منذ فترة طويلة أن هناك حاجة لإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا من المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع. في الشأن الدبلوماسي، ردا على نص تقدمت به الجزائر يدعو إلى وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح، اعتبر نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن أي مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة قد لا يكون مفيدا. وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل على وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بعدما صرح مسؤول إسرائيلي أن القتال ضد حماس قد يستمر حتى نهاية العام. فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس محمود عباس إلى مباشرة إصلاحات حيوية في السلطة الفلسطينية تمهيدا للاعتراف بدولة فلسطينية. في المقابل اتهم وزير الخارجية الفرنسي الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين باتخاذ موقف سياسي في سياق حملة الانتخابات الأوروبية بدلا من البحث عن حل دبلوماسي للنزاع. إلى هنا مستمعينا متابعينا الكرام، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجز لكم في عناوين. افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين. ورئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في كلمته بالمناسبة أن الحكمة العربية الصينية في تعزيز التعاون والتكامل سيؤسس حتما لمرحلة جديدة أكثر إشعاعا. وزارة التجارة تؤكد أن شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الأغنام وتعمل على تحديد السعر المرجعي لبيع الأغنام في النقاط المنظمة. وتواصل المجازر الصهيونية في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، واستشهاد 4 فلسطينيين فجر اليوم في مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى اللقاء مع أجمل تحية كوثر عرقوبي. فلسطين دائما في القناة.